محمد قاسم يقول: ما حكم الترحم على من عرف بمعاداته للإسلام والتهكم من نبيه مدعيا مع ذلك أنه مسلم؟ لا يجوز الترحم على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تهكم به أو سخر من الدين، لأنه عدو لله ورسوله، والله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمن لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا، كيف تدعو له أنت وكيف تصل إليه رحمة إذا كان الله قد لعنه؟ نعم، فكيف ترحمه أنت؟